ميليشيات النظام السوري تستهدف مدينة إدلب صباح هذا اليوم بعدد كبير من القذائف الصاروخية. هذه القذائف الصاروخية استهدفت وسط المدينة، استهدفت الأسواق الشعبية، سوق الهال داخل المدينة. طبعا تسبب ذلك باستشهاد عدد من المدنيين، بينهم طفلين في حصيلة غير نهائية. كان هنالك استهداف كما ذكرنا للأسواق وأيضا الأحياء السكنية. أكثر من أو تقريبا 10 قذائف صاروخية سقطت على المدينة، وهنا أيضا نلتقي بأحد الأهالي المدينة. شو اللي صار بالضبط؟ أول شيء الحمد لله على سلامتكم. شو اللي صار بالضبط؟ والله ويا الصاروخ هون مع البرندة، وأنا عندي محلات ومحل هون. الله ينتقم منه بجاه لا إله إلا الله. طيب عم سؤال معلش، يعني المدينة عبد القصف صار عدة مرات، هل المنطقة هاي أو سوق الهال أو المنطقة الثانية اللي تم استهدافها، هل في مقرات عسكرية أو ما في شيء يا حجي؟ والله كلياتنا مدنيين هون، كلياتنا مدنيين، ما في شيء نحن عنا هون. ايش عنا نحن هون؟ ما عنا شيء، بس الله ينتقم منه بجاه لا إله إلا الله. شكيت إلى الله، شكيت إلى الله. ايش عنا نحن هون؟ عم يقتل خلق عالم. ما عنا حدا نحن هون يا حجي، ما عنا. يعني المناطق اللي تم استهدافها كلها مدنيه؟ والله كلها مدنيه يا اخو، كلها راحت، البيوت كلها راحت هون، هاي محلاتنا هون كلها راحت. مو حرام علينا؟ مو حرام. ايش عم نعمل لهم؟ الحمد لله. الله ينتقم منه، الله يسلمك. طبعا كمدينه اللي هنالك عمليات قصف أيضا على مناطق أخرى، منها محيط مدينة أريحة، أيضا الغارات الجوية الروسية التي استهدفت محيط بلدة إبسرقول. إذن لليوم الثالث على التوالي النظام السوري وحلفائه يقومون بتكثيف عمليات قصفهم للمناطق السكنية في محافظة إدلب وريف حلب الغربي.